اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في الفقره الاخيره لهذه الحلقه، ممتده الحقيقه من الساعه 9 لغايه بقى هنشوف لغايه الساعه كام، لكن خلوني ارحب بضيفي استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اسمح لي كده ان احنا لا طبعا يا كابتن احنا نمشي طبعا كده عشان الناس اكيد طول الوقت طبعا يعني بتابعنا. مساء الخير طبعا جميع مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك، اهلا بيك يا كريم. خليني ابدا معاك يا كريم، اولا انت شايف المباراه بكره ازاي؟ هل هي مباراه صعبه، مباراه سهله، مباراه فيها حاجات كتيرة جدا ممكن انت كرئيس تحرير لموقع كبير زي موقع يلا كرة تكتب فيها؟ نعم طبعا انا شايف ماتش بكرة ده عنق الزجاجة للنادي الاهلي في حاجات كتيرة جدا. هنتكلم ماتش بكرة ماتش فيصل عشان النادي الاهلي ان شاء الله يضمن حاجتين، التأهل والصدارة، مهم جدا جدا. النادي الاهلي ان شاء الله يتأهل لدور الثمانية وهو متصدر لمجموعته، مش حابين النادي الاهلي يعني ان شاء الله يتأهل، بس مش حابين هو يتأهل على الوصافة عشان يبقى برضه دور الثمانية الطريق لحد ما يبقى أفضل من إنك تتأهل كوصيف عشان ما تلعبش يعني متصدري المجموعات الأخرى. ماتش بكرة يا كابتن إسلام مهم جدا جدا عندي عشان بصراحة تجربة لاسارت في ماتشات الأوي حابب إن شاء الله إنها تبدأ بانتصار. إحنا تجربة لاسارت لغاية دلوقتي لسه في الماتشات الأوي في أفريقيا في بعض الأمور لسه بيدرسها، بعض الأمور لسه. إحنا ماتش سيمبا بصراحة كنا حاسين إن كان الماتش كان سهل جدا للنادي الأهلي، حتى ماتش شباب الثوره في الجزائر ماتش في وجهه نظري كان حد ما كان سهل، لكن في مبررات اكيد طبعا. الجهاز الفني لسه كان بيتلمس مشواره مع النادي الاهلي، بيتلمس اللعيبه، بيتلمس موضوع التدوير مع في للعيبه والموضوع ضغط المباريات المحليه. فماتش بكره انا شايفه ممكن يكون عنوان لحاجات كتيره جدا ان شاء الله اذا الفريق ان شاء الله تمكن ويحقق الانتصار. هيبقى مش انتصار بس بالثلاث نقط، لا هيبقى انتصار على نقط كتيره جدا زي ما قلت لك، واهمها بالنسبه لي انا نقطه تعامل لاسارتي مع المواجهات الخارجيه للنادي الاهلي في افريقيا، دي هتديله ثقه مع جمهور في المستقبل ان شاء الله. وهي مباراه صعبه جدا. انت بتتكلم على فريق فيتا كلوب هيلعب في ملعبه، طبعا الملعب ده كان عليه مشكله في شهر فبراير من احد فرقتين في الدوري المحلي، حصل احداث شغب كبيره جدا جدا. المسؤولين عن الملعب بعتوا لاتحاد الكونغو الديمقراطيه وقالوا له احنا مش الملعب مش هيستضيف مباراه ثانيه، وبالفعل حتى المباراه الاخيره الكلاسيكو بتاع الكونغو ما بين فيتا كلوب ومازيمبي اتاجل لاجل غير مسمى وما تلعبش بسبب المشاكل اللي حصلت في الملعب. لكن فيتا كلوب طبعا ضيق الوقت يعني طلب انه يستضيف النادي الاهلي على ملعب الشهداء، ملعب كبير، ملعب بنتكلم 80,000 متفرج اكيد. اعتقد هيبقى موجودين بكره 80,000 ويمكن اكتر. طبعا يعني الناس بتحب الكوره الافريقيه لو ممكن يبقوا على اليوتيوب يشوفوا الماتشات اللي اتلعبت ما بين فيتا كلوب وما بين مازيمبي، حتى كان في حادثه شهيره ما بين الفرقتين في 2014 كان 80,000 متفرج، واعتقد ساعتها يعني مات حوالي 15 مشجع بسبب اعمال الشغب برضه ساعتها. لكن احنا بنتكلم على ملعب صعب جدا، ملعب ارضيته صعبه، ولكن في امور كتيره اعتقد النادي الاهلي ممكن يستغلها، خصوصا فيتا كلوب مختلف شويه عن فيتا كلوب بتاع الكونفدراليه السنه اللي فاتت اللي شفناه يعني قدام النادي المصري واللي شفناه قدام الرجاء في الفاينل كان فريق قوي، لكن هو باع اثنين من عناصره الاساسيه والسنه دي لحد ما عنده مشاكل كتيره يا كابتن اسلام. اعتقد النادي الاهلي ممكن بكره يستغلها باذن الله، خصوصا ان الملعب ربما بعيد عن نجيله لكن مساحته ممكن تسمح انها تفيد النادي الاهلي اكتر من فيتا كلوب اللي شوف ان هو بيتعامل في ملعبه. حتى شباب الثوره قدر ان هو كان مغلوب 2-0 ان هو يرجع في مباراه في ال 10 دقائق الاخيره. تمام، هل تفتكر ان شباب الثوره لما رجع في ال 10 دقائق الاخيره ده رجع عشان الملعب نجيله صناعي؟ لا خالص، انا بتكلم على اسلوب لعب فيتا كلوب. يعني النجيله طبعا اي فريق بيحب النجيله الطبيعي يعني اكتر من النجيله الصناعي، النجيله الصناعي بتبقى لحد ما سخيفه مع عضلات اللعيبه، لكن اعتقد فيتا كلوب عنده ازمه يا كابتن لو ممكن يعني اعتقد في موضوع الدفاع بتاعهم. احنا معانا ممكن الصوره من ماتش سيمبا، ماتش سيمبا 5-0 فيتا كلوب عنده ايه الازمه اللي عند دفاع فيتا كلوب؟ ان فيتا كلوب دايما بيلعب الدفاع بتاعه نارو او بيلعب دفاع ضيق، يعني اثنين الباكات بتوعه بيضموا جوه. نشوف مثلا دي كانت هجمه في اول خمس دقائق في ماتش سيمبا 5-0، دايما نشوف ان الفريق المنافس فيتا كلوب
الجناح ده ضمن شويه جوه، احنا بنتكلم على الناحيه اليمين عند الاعلان هنشوف الباك اليمين مكمل، وبالتالي المساحه دي فارغه تماما. الكره دي انتهت ب انفراد لسيمبا، بس الانفراد لم يتم احرازه، لكن دايما فيتا كلوب عنده ازمه ان الاثنين الباكات بتوعه بيضموا للداخل بشكل زايد على اللزوم، وهم ما عندهمش خبره ازاي النهارده اقدر اقفل الثغره مع المساك واحافظ على الجاب ما بيني وبين الخط عشان ما اسيبش المساحه للمهاجم. حضرتك بتنصح الجهاز الفني للنادي الاهلي ان هو يلعب دائما على الاطراف ده، ولازم تعمل عشان كده كانت النهارده انا اسف ان انا قطعتك، عشان كده النهارده كان ختام التدريبه الاساسيه بعض الاوفرات من على الاطراف. اكيد يا كابتن، دي مهمه جدا يا كابتن. النادي الاهلي لازم بكره يفتح الملعب لغايه الخط، واعتقد ماتش بكره اهم اثنين لعيبه في النادي الاهلي هيبقوا ان شاء الله اذا محمد هاني بقى هو الباك اليمين وعلي معلول بقى هو الباك الشمال. ودي الباكين ولا الاجنحه؟ الباكين. ليه؟ الاجنحه هيبقى دورهم زي الدور بالظبط مهاجم، هو اللي هياخد نظر، هو لا ياخد نظر المدافعين ان هو ياخدهم لجوه الملعب، انما الباك طالما ان هو بيطير، ودي مهمه جدا جدا، نتمنى ان لاسارتي يعني يتخلى شويه عن التحفظ اللي احنا شفناه في الجزائر وشفناه في امام سيمبا. بالك انا لو كمدير فني ولما ابدا نعم لازم زي ما انت قلت اتحسس الاول اشوف الدنيا في ايه، فانا عشان اتحسس بيني وبينك لازم ابدا مدافع في المباراه. بس اعتقد يا كابتن مش دي نعم. عامه انا بتكلم عامه، احنا ما بقاليش اسبوع 10 ايام لسه جاي، هعمل ايه؟ ما هقفل الملعب على قد ما اقدر والعب على هجمات المرتده، واحنا قبلنا هذا الامر واعتقد النادي الاهلي لغايه النهارده حتى ماتش بتروجيت النادي الاهلي الاداء بتاعه فيه يعني النسق بتاعه مرتفع بشكل كبير، ولكن ماتش بتروجيت انا عمري ما هاخده كمقياس لان فعلا فريق بتروجيت برافو عليك. بس انت عارف انا اللي اخده مقياس ايه؟ النص ساعه الاخيره بتاعته برضه هناك فارق في الامكانيات وفي حتى الفنيه ما بين فيتا والجونه، بس انا بتكلم على شخصيه النادي الاهلي على روح النادي الاهلي على طبعا الحاجات دي بتفرق. انا عارف ان في ناس ما بتصدقش الكلام ده وبتحط الكلام ده ان هو ما بيفرقش كتير، لكن الكلام ده صدقني بيفرق كتير جدا. لا انا اعتقد لما احنا نسمع كابتن سامي الشاطر واحد من افضل باكات اليمين في تاريخ الكره المصريه اكيد كلنا هنسمعه، واكيد كلنا هنتفهم. في ناس ما اللي ما بتشجعش الاهلي يعني ما بيصدقوش الكلام ده فعلا، لكن الحاجات دي بتفرق كتير جدا جوه الملعب. اكيد طبعا يا كابتن فعلا. لا اكيد طبعا، فعشان كده انا بقول لك النص الساعه الاخرانيه بتاعت ماتش الجونه بالنسبه لي وبعدها ارتفع النسق في بتروجيت في بتروجيت بشكل واضح جدا. فانت بتقول ان احنا او النادي الاهلي لازم يلعب على الاطراف بدون شكل، لازم النادي الاهلي بكره يفتح الملعب لاقصى درجه على الخط. ليه؟ واضح جدا جدا لان لعيبه فيتا كلوب سواء في ماتشاتهم في الدوري اللي احنا حتى معانا ملخص بتاع ماتش ايلوي ليبوبو اللي لعبوه يوم 24 فبراير هم كسبوا 2-1 كان ماتش قوي ليهم خارج الارض، معانا الملخص بتاعه هنشوف برضو ان الهدف جه بنفس الطريقه. يلا هتقولنا يا يعني طبعا ده دي بدايه المباراه، بنشوف قوه دايما فيتا كلوب يا كابتن اسلام بيبقى من على الاطراف، دايما فيتا كلوب بيستخدم الاطراف بتاعه بشكل جيد وبيلعب على الضربات الثابته، الضربات الثابته عندهم بصراحه مشكله كبيره، هم بيعتمدوا على مكوسه. ده مش نفس الملعب. نعم لا 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 ده ملعب مختلف، دايما فيتا كلوب اهدافه بيجيبها من ضربات الركنيه عندهم يا كابتن مهمه جدا جدا، وعندهم اثنين مهمين جدا لازم نتابعهم، بوتول ده المساك بتاعهم رقم 15 ومكوسه رقم 10، طبعا ده هداف الفريق وبنشوف دايما ازاي هو بيتحرك ما بين الخطوط بشكل جيد. لكن طبعا بعد في الشوط الثاني هم جابوا هدف التقدم في الشوط الاول، في الشوط الثاني ايلوي لبوبو هيقدر يتعادل بهدف بالكربون بنفس الكوره اللي كانت لسيمبا بالظبط بالكربون. ليه؟ لان فيتا كلوب زي ما شرحنا عنده مشكله في باكين، عنده بالذات الباك الشمال بتاعهم عنده. بص يا كابتن دي ده الجون، بص هنا الجناح بتاع فيتا كلوب وقف، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دايما المساحه اتكشفت، اول ما المساحه بتتكشف صعب جدا جدا على المساكين ان هم يقدروا يلحقوا بالسرعه بالظبط. فدي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ازاي النهارده النادي الاهلي يبدا يعني يشوف. اتمنى طبعا من الجهاز الفني اكيد السكاوتنج عنده كبير والسكاوتنج عنده مهتم بان هو يشوف فرق منافسه، اكيد نقطه ضعف فيتا كلوب دي شفناها في ماتش شباب الثوره، شفناها في الدوري المحلي، شفناها امام سيمبا، وشفناها حتى هنا في ماتش القاهره، رغم ان احنا طبعا كان ساعتها هم بيلعبوا ناقصين قدامنا لما اضطرب منهم اللعيب في اول 10 دقايق في الشوط الثاني. بس مهم ان احنا الملعب ما نخافش. طبعا يا كابتن انت يعني احسن اللي عارفين ايام مستر مانويل كنا بنروح ملعب يعني اعتقد انيمبا في نيجيريا كان واحد من اصعب من اصعب واسك ايامها كان طبعا كان قوي جدا ماتش السيمي فاينل قبل النهائي. طب بالظبط، فاحنا بنشوف ان الملاعب دي احنا كنا ليه بنروح كنا كويسين فيها ان احنا بنروح الملعب ده واحنا مش خايفين. فانا اتمنى بكره اكيد طبعا في جمهور كبير حاضر، ان الاهلي فيه لعيبه صغيره لسه ما عندهاش خبره، لكن اتمنى اللعيبه الخبره تعرفهم ان احنا نلعب على اي ملعب،
محتاجين احنا من الدقيقه الاولى ننزل نهاجم، مش عايزين ندي مساحه. المهم جدا يا كابتن اسلام، انا بشوف ان الماتشات الاوي للنادي الاهلي بدانا بنخسر اللياقه بتاعتنا في الاخر. يعني ماتش سيمبا الشوط الثاني كره حسين لو كانت جت هدف في بدايه الشوط الثاني كانت وفرت، ولكن سيمبا خد الثقه. مشكلتي مع الفرق اللي بتلاعب النادي الاهلي وبتقدر تحافظ على التعادل لاطول فتره ممكنه ان هم يبقى عندهم الثقه ان هم يحرزوا فيك هدف ويتقدموا. وانس جابوا الهدف زي ما شفنا في شباب الثوره، كان ماتش سهل، لكن احنا اديناهم فرصه ان شاء الله السيناريو ده ما يتكررش بكره، ونحتفل باذن الله بفوز النادي الاهلي. طيب برضو على الجانب الاخر، مباراه طبعا مهمه وصعبه والكلام اللي احنا بنقوله والترتان وحر وطقس كل الكلام ده برضو يا جماعه عشان تبقوا حضراتكم فاهمين احنا نيجي نتكلم في هذا الكلام، وكل شويه هكرر هذا الموضوع لانه ده مش كلام تبرير لاي شيء ولكنه كلام حقيقي، كلام واقعي. احنا لما كنا بنروح نلعب في افريقيا ما كناش ساعات في اوقات ما كناش بنعرف ناخد نفس. صحيح صحيح، ده حقيقي وطبيعي جدا، ولكن ده غير مبرر. خلينا بقى نروح ل بالنسبه لفيتا كلاب بس قبل ما انتقل للصحف المصريه. فيتا كلاب عنده انت قلت نقط ضعفه في الاطراف بتاعته نقاط القوه. نقاط القوه عنده الكرات الثابته، الكرات الثابته يا كابتن اسلام خطره جدا ليه. هم بيعتمدوا على الاثنين المساكين بتوعهم، بنتكلم على بنجالا رقم 4 وباتول رقم 15، الاثنين دول بيتقدموا في الكرات الثابته على العرض الاولاني بالظبط زي الجون بالظبط. وشفنا في ماتش سيمبا طبعا 5-0 جونين منهم كانوا من ضربات ركنيه. شفنا الفريق نفسه يعني حتى هنا في مصر ملاعبنا كان بيعتمد على الضربات الركنيه بشكل كبير وبيحب ياخد ضربات ثابته، يعني دايما تلاقيهم بيوصلوا عند منطقه الجزاء ممكن حاجه من اثنين، لا يسدد الكوره لا ياخد فاول، ما بيخترقوش، ما تلاقيش فريق مثلا بيلعب تمريرات كتيره او بيلعب على الاستحواذ، لا 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 خالص، الفريق ده بيعتمد على التسديدات او الكرات الثابته. فبالتالي احنا محتاجين نركز ما ندهمش ضربات ثابته كتير حوالين المنطقه، محتاجين احنا في الكورنر نبقى دايما واخدين بالنا جدا جدا من العارضه القريبه. والشناوي كمان مهم مهم جدا جدا، اي كوره في العارضه القريبه في ال 6 ياردات لازم الشناوي بكل جراءه ياخد قراره ويطلع يمسك الكوره، ما يسيبش اي مساحه ان ممكن زمايله يساعدوه، لا لازم الكرات دي انت تقتلها من البدايه. اعتقد لو احنا قدرنا نقفل النقطتين دول هيبقى عندنا مساحه ان احنا نهاجم فيتا كلوب، وهو فريق طبعا اكيد عنده نقط قوه زي ما قلنا، وعندهم لعيب كويس جدا نجوم رقم 8 ده، اعتقد ده اكتر لاعب في الفريق اكتر لاعب في الفريق يا كابتن بيلمس كوره، بنتكلم لمسته للكوره في المباراه الواحده تتخطى ال 150 مره، بتلاقي نظره اللعيبه كلها بتروح له، يعني اي لاعب في الملعب عارف كده ازاي ابو تريكا انت وانت معاك الكوره بتبص هو فين، فمين اكتر لاعب هم بيبصوا له عشان يسلموه الكوره؟ نجومه رقم 8 ده لعيب لحد ما البوكس بوكس بتاعهم، فبالتالي محتاجين برضه يبقى فيه رقابه ليه ما يستلمش الكوره بسهوله، يبقى فيه دايما ضغط عليه. وان شاء الله انا اعتقد لاسارتي النهارده يبقى اداؤه اكيد ان شاء الله تطور عن ماتش شباب الثوره وعن ماتش سيمبا. طيب خلينا بقى نروح للصحف المصريه وماذا قالت الصحف المصريه عن هذه المباراه؟ نعم هنبدا باليوم السابع، طبعا العنوان اكيد طبعا الاهلي يتحدى فيتا كلوب في رحله استعاده التوازن الافريقي بدوري الابطال. طبعا النادي الاهلي التوازن اكيد طبعا كلمه انا اتفق عليها تماما عشان الخساره غير المنطقيه اللي كانت امام سيمبا، وان شاء الله بكره النادي الاهلي يعني يكسب التحدي ويقدر يحسم الصداره ويحسم التاهل. اخبار اليوم عندنا برضو عنوان الاهلي يسعى لحسم بطاقه التاهل دور الثمانيه امام فيتا كلوب، لاسارتي البطل لا يبحث سوى عن الفوز رغم الصعوبات، وده تصريح موفق جدا جدا من لاسارتي ان هو يتكلم بنفس اللغه اللي كنا معتادين من مستر مانويل، ان هو بيستهدف اللعيبه احنا بنلعب على المكسب، بنلعب جوه مصر بنلعب بره مصر، ما يهمش المنافس مش مهم، احنا الفريق قوي، انا عندي النهارده اسلحه. وبصراحه الروتيشن اللي هو عامله مخلي اي فريق يقلق من النادي الاهلي ان هو بيعرف يستخدم الاوراق بشكل جيد. رمضان على الدكه او مش على الدكه، حسين شحات على الدكه او مش على الدكه، النادي الاهلي بيلعب بنفس المستوى في كل المباريات. المصري اليوم الاهلي يحشد قوته الضاربه للدفاع عن الصداره امام فيتا، الاحمر يبحث عن نقاط الثلاث لحسم التاهل لدور الثمانيه بابطال افريقيا. واخيرا في الملاعب اليوم الاهلي ضيفا ثقيلا على فيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا، لاسارتي يبحث عن حسم طاقه التاهل مبكرا، وبطل الكونغو يتسلح بالجماهير، ده فعلا هيبقى اهم سلاح عند فيتا كلوب يا كابتن اسلام اذا ملعب الشهداء. سلبي ولا ايجابي؟ نعم سلبي ولا ايجابي؟ ما هو على حسب الجماهير بقى، دي حاجه من الاثنين، يا اما هتخليك تبقى 500% صح او هتخليك بس كبدايه المباراه انت بتاخد حماس، انما بدايه المباراه بدايه المباراه انت بتشوف 80,000 جايين يساندوك، فده اكيد طبعا حاجه ايجابيه جدا لاصحاب الارض. لكن يقدر النادي الاهلي يقلب السلاح ده
اول ما انت تبدا تاخد الاستحواذ. اهم حاجه كابتن اسلام في الماتش القوي انك تعرف الفريق اللي قدامك ان انت اعلى منه مهاريا. اه بالظبط. انا النهارده الكره معايا اكتر وقت ممكن، وانا النهارده بهدد مرماك باكبر وقت ممكن، وبالتالي انا باخد منك الثقه. لكن لو احنا في اي حال في حرص، اه طبعا الحرص موجود جدا مهم ولازم يكون موجود، لكن في الكره حاليا لو الحرص زاد عن اللزوم ده ممكن ياخرك. خليني يا كابتن اديك مثل بسيط جدا. الاتحاد الدولي دلوقتي بيفكر في ايه؟ بيفكر ان هو يلغي الهدف خارج الارض بهدفين. ده النهارده احنا يعني سامعين اقاويل كتيره الهدف خارج الارض هيتم الغاء القاعده بتاع احتسابه بهدفين. ليه؟ لان القوه اتغيرت. النهارده بقتش فارقه انت بتلعب جوه ارضك او بره ارضك. الفريق البطل لازم يتعامل مع كل المباريات بنفس الاسلوب، الا يعني اللهم فعلا الا لو انت تعرضت لظلم تحكيمي بين جدا، ده بيبقى حاجه صعبه جدا عليك. لكن المفروض الفريق البطل لما يروح يلعب خارج الارض بالذات يبقى اداؤه افضل من الاداء جوه الارض، ودي نقطه بتحدد شخصيه الفريق. وافتكر 2006 لما النادي الاهلي راح للصفاقسي ومستر مانويل كان مقسم المباراه على ثلاث اجزاء، بنتكلم لغايه الدقيقه 40 اكوتي يطلع عشان عماد متعب ينزل، في الشوط الثاني كابتن اسلام بينزل ووائل الرياض لا اقصده فكره تقسيم مباريات خارج الارض دي، وبان انت بتحسمها قصه بيديك قصه فعلا. بيديك شخصيه وبيديك صوره مختلفه حتى بعد كده. ممكن فرق كبيره تهابك تهابك وترسم لك صوره اكبر جدا جدا من اللي انت تستحقها بسبب الماتشات الخارجيه اكتر من الماتشات اللي داخل مصر. وبالتالي انا بشوف لاسارتي محتاج ان هو يراقب في الحته دي بكره. اه في 80,000 متفرج ممكن فعلا نلعب قدامهم، لكن مهم جدا انا من الاول اخد الاستحواذ ان انا اسيطر على الكوره كويس. عدد التمريرات الخاطئه عندي لازم تقل بنسبه فوق ال 50%. احنا ماتش سيمبا كنا لحد ما كل خمس تمريرات بنخسر الكوره بسرعه جدا، لا لازم زمن الهجمه بتاعتي تطول، تبقى مش اقل من نص دقيقه او مش حتى توصل ممكن في بعض الاوقات دقيقه كامله الكره معايا. ده بيفقد الفريق المنافس قدام حتى لو بشكل سريع يعني. نعم. اللي هو في وسط الملعب يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. وابقى انا النهارده فاهم بقى التاكتكس انا معلم اللعيبه بتاعتي، يا جماعه احنا محتاجين ندور الكوره زي كره اليد كده لغايه لما نوصل لغايه لما نفتح الثغره بتاعتنا عند الطرف، ونعتمد طبعا بكل تاكيد على المستوى الرائع اللي فيه محمد هاني سواء دفاعيا او هجوميا. وطبعا يعني معالي معدول بيقدم واحده من اجمل من اجمل مواسم مع النادي الاهلي، وان شاء الله ده نشوفه مترجم بكره في الملعب. طيب من وجهه نظرك كيف هيبدا لاسارتي هذه المباراه؟ دايما بقى ايه الاشكاليه بتاعت ماتش القوي، هنلعب بثلاثه في خط الوسط وهنلعب بالاثنين وبلاي ميكر. انا في وجهه نظري بكره اعتقد لاسارتي محتاج يلعب بالطريقه بتاعته الاعتياديه جدا، اثنين في خط الوسط ومعاهم لعيب بلاي ميكر واضح. انا عارف ان لاسارتي ممكن لحد ما شفناه في الجزائر وشفناه في تنزانيا لحد ما ممكن يتخلى عن اللاعب البلاي ميكر عشان يحط لعيب خط وسط ثالث ويامن وسط الملعب. لكن انا مش عايز، بص يا كابتن اسلام انا ما احبش ادي الفريق انطباع ان انا ايوه خايف منه يعمل حاجه. انت ممكن النهارده لو اديت الفريق اللي قدامك يعني ايه درجه اكتر من اللي هو يستحقها هو فعلا ممكن يعني يستغلها ويقول لك انت اديتني الوقت ده. وهدي مثل بسيط جدا، ساعات انت عايز في الماتش ان انت عايز تكسب، ففي مثلا مقوله تقول لك لا انت حاول انت تبدا المباراه بشكل متوازن بعد كده استغل ايه الشوط الثاني. طب ما اضيع وقتي ليه؟ لا انا محتاج ان بكره ماتش بكره انا شايف النادي الاهلي محتاج ان هو ان شاء الله على اقل تقدير ان هو ما يتغلبش. نسعى للتعادل. حضرتك هتبقى مدارس يعني انا ازاي ابدا؟ ابدا كده ولا ابدا كده؟ ابدا بده بالدفاع ولا ابدا بالهجوم؟ ابدا بالهجوم ولا ابدا بالدفاع؟ خلي بالك. نعم. هي مدارس. انا اشوف والله يا كابتن اسلام من التعامل في الجزائر في ماتش شباب الثوره وفي حتى التعامل في تنزانيا قدام سيمبا، انا شايف فيتا كلوب مش هو بتاع السنه اللي فاتت، لا النادي الاهلي السنه دي افضل بكتير. الانسجام اللي حاصل ما بين لعيبه النادي الاهلي في المباريات الاخيره في الدوري لازم استغلها في افريقيا. انا اشوف ان لاسارت لازم يبدا بالتشكيل بتاعه عادي جدا ويبقى هو واخد المبادره، وان انا احسب المباراه وانا في قمه لياقه بدنيه. برضو خليني اتكلم بصراحه، واحنا بنلعب في الكونغو اكيد لياقتنا في الدقائق الاولى مش هتبقى زي الاخر. احنا لحد ما في الوقت الحالي النادي الاهلي لسه ما وصلش ان هو بيلعب 90 دقيقه على نسق واحد بدنيا. لا انا مش عايز اضيع وقتي في بعض الامور التكتيكيه، لازم اعتقد ان محتاجين ان احنا نستفاد من خطوره مهاجمي النادي الاهلي هم في قمه لياقتهم البدنيه. واكيد طبعا دخول وليد ازارد واحده من اهم الاوراق النادي الاهلي كسبها، واكيد طبعا شفنا حتى في الماتش الاخير لما لاسارتي اعتمد على مروان محسن هو الاسترايكر وودى اجاييه على الطرف، وحتى في بعض الاوقات كان بيلعبه بلاي ميكر او تحت المهاجم كان امر جيد جدا. فدي كلها اسلحه انا مش عايز اضيع وقت في ان انا استخدمها، لا محتاج ان انا استخدمها عشان احسم مباراه وان شاء الله احسم بطاقه التاهل.
من وجهه نظرك الحكام هتفرق بكره ولا لا؟ والله النهارده احنا بنشوف طبعا الحكام في افريقيا لحد ما في يعني تحسن، افضل اكيد طبعا الحكام اللي أكيد موجودين في تحسن، واعتقد اي حكم افريقي دلوقتي عارف ان الماتشات دي يعني ناس كتيره متابعة بتشوفها وعليها متابعه، واكيد ده بيأثر في الرانكينج بتاعه ان هو يبقى حكم دولي او ان بعد كده الاتحاد الدولي يبص له وياخده في بطولات قاريه او بطولات عالميه. فبالتالي انا بشوف يعني ان شاء الله الحكم بكره ما يتاثرش بالجمهور. في بعض الاحيان في حكام عارف يا كابتن بيبقوا يعني موالين شويه لاصحاب الارض، بس نتمنى ان هي تقف بس عند حد الفاولات والاخطاء ما توصلش ليه. بالعكس ده الاخطاء والفاولات والاخطاء نعم. خلي بالك لانه بعيد عن منطقه الجزاء، بعيد عن منطقه الجزاء لو في نص الملعب مفيش مشكله. نعم. الفريق كره الثابته عنده خطير، يتميز بالكرات الثابته. نعم. والنادي الاهلي القصه بالنسبه له ان هو يعني ايمن اشرف برضه ده مش مكانه مهما كان، اكيد مهما كنا بنقول. نعم. صحيح صحيح. لكن ده مش مكانه، بدليل انه حتى لما بيروح للبطوله لمنتخب مصر بيروح يلعب ناحيه الشمال. صحيح. فانا شايف ان احنا لازم تبقى فيه زي ما انت قلت كده مان تو مان، باسلام هيمسك كريم. نعم. كريم هيمسك محمد، محمد هيمسك، تبقى مان تو مان عشان نقدر نقفل الموضوع. اهم لاعب يا كابتن نجومه رقم 8 ده فعلا لازم يتلعب عليه مان تو مان. يعني كنت اتمنى يكون حسام عاشور موجود في المباراه دي. حسام عاشور انت عارف لما بيلعب لعبه المان تو مان خلاص الساعه عدت 12 عنده 33 سنه عشان طيب عاشور تاني لما بيلعب مان تو مان مع حد بيقدر فعلا. بس ان شاء الله طبعا البركه في السوليه والبركه في نيدفيد والبركه في كل بيت اللعيبه. احنا شفنا النادي الاهلي في الوقت الحالي ما بيتاثرش بغياب لعيبه زي ما كنا بنحس السنه اللي فاتت لحد ما، خصوصا مع وليد سليمان. لكن السنه دي الحمد لله البدائل كتيره والجميع على بنشوف شايفين شكل فريق، شايفين شكل تيم معتمد على اللعب الجماعي اكتر ما هو معتمد على مهارات لاعب بعينه. فان شاء الله بكره النادي الاهلي يتعامل مع فيتا كلوب التعامل الامثل، نبعدهم عن منطقه جزائنا، ما ندهمش كرات ثابته كتير، نمسك البلاي ميكر اللي عندهم اكتر واحد بيمسك كوره نجوم رقم 8، نقدر احنا كمان نخترق مع اطراف وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحسم مباراه النصر. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كريم على المقابله، ويعني نتمنى دايما وجودك معانا ان شاء الله، ونبارك النادي الاهلي بكره باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا قبل بس ما اشكر حضراتكم، الحقيقه واجب تعزيه مهم جدا لكابتن خالد لطيف عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، اخويا العزيز الحقيقه في والدته امبارح توفاها الله، البقاء والدوام لله دائما وابدا. ايضا كابتن عمرو بركات وكابتن ايهاب جلال، وفاه بنت الكابتن عمرو بركات، البقاء والدوام لله، لان زي ما حضراتكم عارفين الكابتن عمرو بركات متزوج من ابنه الكابتن ايهاب جلال، وعزاء واجب ايضا للكابتن ايهاب جلال في وفاه حفيدته بنته، بقاء والدوام دائما لله. بشكرك يا كريم مرة تانية. أنا بشكر حضراتكم الحقيقة النهاردة، كنا معاكم منذ الساعة 9 وحتى الآن، قلنا لحضراتكم أشياء كثيرة جدا، أرقام قياسية حصلت للنادي الأهلي والنادي الأهلي عملها، بما أن الناس بتتكلم في حاجات تانية احنا قلنا لحضراتكم هي الأرقام القياسية اللي اتعملت. اتكلمنا عن طاقم التحكيم مع كابتن سمير، اتكلمنا عن النواحي الفنية مع كابتننا الكبار كابتن فتحي نصير وكابتن ماهر همام وكابتن عادل طعيمة، وأخيرا رئيس تحرير موقع يلا كورة كريم سعيد كان معانا وقفل لنا بقى الموضوع بشكل جميل وبشكل صحفي جميل. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا غدا في تمام الساعة 4 وكواليس ما قبل مباراة النادي الأهلي ونادي فيتا كلوب في واحدة من المباريات المهمة جدا في دوري أبطال إفريقيا، دوري المجموعات. انتظرونا غدا وحلقة جديدة في تمام الساعة 4 من ملعب الأهلي.